التضخم في بريطانيا يثبت أنه أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً، لكن هذا لا يعني أن السياسات المتبعة لمعالجته خاطئة. هذا ما أكده ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني. سوناك شدد أمام لجنة من المشرعين على أنه سواء كانت هذه هي السياسة النقدية أو المالية المسؤولة أو إصلاح جانب العرض، فهذه هي مجموعة الأدوات الصحيحة التي تحتاجها لنشر خفض التضخم. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% في السنة الحالية، كما توقعت أرقامه المحدثة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%.